الأهلي يكتفي بثلاثية الشوط الأول في شباك أسوان ويؤكد صدارته للدوري عن جدارة واستحقاق. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك، فوز مهم، شوط جيد وشوط اقتصادي، فوز مهم وثلاث نقاط مهمين جدا ومعنويا زي ما انت قلت قمة الدوري. عندك مباراة كبيرة، الماتش الجاي بتديك شكل معنوي كبير جدا انت تخش المباراة الجاية انك انت بتروح وبتكسب بثلاث اهداف. الاهلي لعب شوط النهاردة اول لعبا ونتيجة الحقيقة، استعراض لجميع الامكانيات اللي موجودة في اللعيبة الفردية الجيدة اللي عنده اللي احنا اتكلمنا عنها قبل المباراة وفي الهاف تايم، محمود كهربا، حسين الشحات، عبد القادر وقفشة وباقي اللعيبة الحقيقة كله في أداء ثابت، أداء متميز، كل واحد عنده إمكانيات طلعها في الشوط الأولاني وفي الشوط الثاني الحقيقة. أنا بقول بلال في الشوط أو بقول لكم في الشوط الهاف تايم الأهلي هيجمد المباراة وهيلعب على القد، خدت بالك، للحفاظ على الفوز، ولو جه اي حاجه تانية راح بيها اهو. والاهلي تحس كده ان هو لعب على قد الثلاث اهداف بالزبط. ومش عايز يخاطر او لا، الاهلي هاجم وكان ممكن يجيب جوال لو هتتفرج على الشوط الثاني برؤيه شامله، يعني هتحس ان هو راح للجول كذا مره وكان ممكن يجيب كذا جول، وعبد القادر كان ممكن، وطاهر لما نزل كان ممكن، والقدوسي كان ممكن، ومروان شاط، وكله فيه ايجابيات يمكن ما كانتش موجوده في الشوط الاول. ايجابيات تصويبات، ايجابيات وصول، ايجابيات في حاجات قطريه بتتعمل الناحيه الثانيه، استلام وتسلم كويس جدا، كل ده بينفعك في الشكل اللي جاي.